يبقى معنا عدنان جان من كييف. عدنان، إذا آخر التطورات لديك، ماذا تقول الطوارئ الأوكرانية؟ نعم، قبل قليل أيضا سمعنا دوي صفارات الإنذار هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، والسلطات تطلب من جميع المواطنين بضرورة الاحتماء في أماكن آمنة خشية حدوث قصف روسي على هذه المدينة. عند منتصف ليلة أمس أيضا سمعنا دوي 4 انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف. مصادر روسية غير رسمية تتحدث من أن الجيش الروسي استهدف الفرقة العسكرية الأوكرانية 95 للإنزال الجوي في منطقة أو في مطار جيتومير شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف، وتم تدمير جميع الأسلحة التي حصلت عليها أوكرانيا من الدول الغربية. هذه التصريحات من مصادر روسية غير رسمية تفيد بأن الانفجارات الأربعة التي هزت العاصمة الأوكرانية كييف ليلة أمس هي استهدفت الفرقة 95 للإنزال الجوي الأوكراني شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف في مطار جيتومير العسكري، ودمرت العتاد الكامل الذي حصلت عليه أوكرانيا من الدول الغربية. لكن هنا في كييف ليس هناك حتى هذه اللحظة أي تصريحات رسمية تتعلق بالموقع الذي تم استهدافه ليلة أمس ب4 انفجارات سمعناها هنا في مركز العاصمة الأوكرانية كييف. طبعا سبق ذلك أيضا دوي انفجار ضرب إحدى أبراج المراقبة التابعة للتلفزة الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة عدد آخرين وتوقف البث التلفزيوني والإذاعي بشكل كامل عن التلفزة الأوكرانية. طبعا اليوم أيضا وزارة الدفاع الأوكرانية تتحدث عن إنزال بري، إنزال جوي روسي على المستشفى العسكري في مدينة خاركيف. عقب ذلك حدث اشتباكات حادة بحسب تصريحات وزارة الدفاع الأوكرانية بين الجيش الأوكراني من جهة والجيش الروسي من جهة أخرى. طبعا هناك أيضا حديث لوزارة الدفاع الأوكرانية عن هجمات شنت على أوكرانيا من بيلاروسيا، استهدفت منشآت عسكرية ومنصات صاروخية. أيضا هناك حديث عن أن القوات البيلاروسية عبرت الحدود ودخلت مقاطعة شيرنيف شمالي أوكرانيا. إذن بدأت بالفعل بحسب التصريحات هنا والأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الأوكرانية عن دخول قوات بيلاروسية من الأراضي البيلاروسية إلى الأراضي الأوكرانية، وبالتحديد مقاطعة شيرنيف شمالي أوكرانيا. وبالتالي القوات البيلاروسية بدأت بالفعل وبشكل عملي المشاركة في هذه العمليات العسكرية جنبا إلى جنب مع القوات الأوكرانية.